علشان تواجه أو تواجهي كيد الناس ضدك عقيدة وتصرفين. العقيدة أنه لا يكون في ملك الله إلا ما أراد، وإن مفيش مخلوق في الكون يملك النفع والضر من دون الله سبحانه وتعالى، الله هو الوحيد النافع والضار، وبالتالي إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ربنا بيقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالدخول في حصن الله سبحانه وتعالى والاحتماء بأنه الحامي سبحانه وتعالى الحفيظ بيطمن قلب، دي العقيدة. الحاجة التانية امشي عدل يحتار عدوك فيك، اللي بيكد لك ممكن يكد لك عن طريق أخطائك، اشتغل كويس واعمل اللي عليك، ما يبقاش عندك تقصير منه تيجي الثغرة والمساحة بتاعت الكيد. الحاجة التالتة ما تتشغلش، الملتفت لا يصل، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما تغرقيش في كلام وغيبة ونميمة الكياد، ركزي في اللي بتعمليه في حياتك صح، ربنا هو الحفيظ. علشان في ناس الحالة الصراعية هي البيئة اللي بيلمعوا فيها وبيستمتعوا فيها وقلبهم بيضيع، وانتي قلبك غالي عليك، فحافظي على قلبك وربنا يعينك إن شاء الله.